حابين نتكلم مع حضرتك عن أهم بنود في الموازنة الجديدة. بنتكلم على زيادة حوالي 24.6% عن الموازنة السنة اللي فاتت، في الوقت اللي الدول كلها حول العالم بتحاول إن هي تقلل في الموازنة، عشان طبعا اللي بيحصل في اقتصاديات العالم والأزمة الاقتصادية اللي بيواجهها العالم دلوقتي. حابين بحضرتك تفصص لنا كده الأرقام دي وإيه اللي حصل وتفهمنا. خلينا نتفق في الأول يا أستاذة بسنت إن الموازنة السنة دي في ظروف مختلفة عن أي ظروف تاني. يعني في أرقام وفي ظروف. الظروف اللي بتحكم الموازنة، الموازنة عادة بيتم بداية إعدادها من شهر نوفمبر من كل عام، بيتم مناقشتها على مستوى المحافظات والوزارات والهيئات، ثم يتم مناقشتها مع وزارة التخطيط ووزارة المالية إلى أن تقدم لمجلس النواب حسب الميعاد الدستوري والقانوني في 31 مارس. الحكومة المصرية كانت ماشية بشكل طبيعي في إعداد الموازنة في ظل ظروف عادية، ظروف كورونا فقط، إلى أن العالم كله فوجئ بالحرب الروسية الأوكرانية. ده طبعا كان متغير يعني مهم للغاية، وليه أثر كبير على الأرقام وليه أثر على الظروف الاقتصادية والمالية، لأن طبعا إحنا كدولة إحنا جزء من العالم، ما إحناش منفصلين عن العالم، فأي انعكاسات على المستوى العالمي بيكون لها انعكاسات على المستوى القومي والمستوى المحلي داخل مصر، وده بيأثر على الأرقام. ليه؟ احنا مثلا بنستورد يعني البترول حوالي 120 مليون بترول سنويا، كنا بنستورد سعر البترول كان مثلا من 60 ل 65 دولار سعر البرميل، النهاردة ب 120، فعمل معايا مضاعفة من 7 مليار وشوية ل 14 مليار وشوية. القمح نفس القصه، احنا بنتكلم على البترول لوحده ده يعني حاجه العالم كله وقف عندها الى الان. الى الان احنا مش عارفين ظروف الحرب ايه، هتمتد لايه، مداها الجغرافي، مداها الزمني، لكن احنا بنتكلم الى الان يعني فرق معانا في الموازنه حوالي 7 مليار ونص، ده في بند في البترول. بند نفس القصه مثلا في القمح، القمح كنا احنا بنستورد 12 مليون طن قمح سنويا، 6 للحكومة وستة للقطاع الخاص. كان بيتم استيراده وكان سعر الطن القمح من 200 ل 250 دولار، النهاردة بنتكلم في 500 دولار، يعني عندي فاتورة مضاعفة، فرقت معايا حوالي 3 مليار أو 3.5 مليار. فاللي أنا عايز أقوله إن الحرب الروسية الأوكرانية ليها تأثيرات على أسعار المواد البترولية، على أسعار المواد الغذائية، على سلاسل الشحن، على سعر العملة، تكلفة الإقراض نفسها هتتغير، الفوائد هتتغير، كل ده يعني خلى الحكومة المصرية اعادت النظر تاني في الموازنة اللي احنا كنا بنعدها. حضرتك بتكلمي لازم طبعا الموازنة ترتفع في ظل الظروف دي، يعني هتقشف ازاي وانا عندي بنود وحاجات أساسية. لازم التزم بيها. النفقات زادت، الاجور هتكلم مثلا الاجور كانت في الموازنة السابقة 361 مليار، السنة دي في الموازنة 22-23 400 مليار، عندي زيادة 40 مليار في بند الأجور. الحاجة الثانية الاستثمار. الاستثمار كان 355 مليار، 358 أصبح 377. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كان 321 مليار، هيكون 355 مليار. القروض، سداد القروض، كنا بنسدد 579 مليار، السنة دي في الموازنة كنا بنسدد في سداد القروض كان 593 أصبح 965. الفوائد كانت 579 أصبحت 690. كل البنود ده والفرق الكبير ده لازم يعمل رقم ولازم يعمل نمو في أرقام الموازنة. هي الفايدة دي بتبقى على القروض اللي فاتت كمان؟ الفايدة على القروض اللي فاتت احنا عندنا يعني الزيادة قصدي عندنا لا دي الفوائد على القروض اللي فاتت، احنا ملتزمين سنويا بسداد أقساط قروض وسداد فوائد قروض. والحمد لله عشان الناس يعني بتتكلم في القروض، احنا القروض بتحكم عدة عوامل. أولا أنا ملتزم بالسداد ولا لا، الحمد لله الدولة المصرية لم تتخلف أبدا عن سداد أي قسط من أقساط القروض أو أي فايدة من الفوائد. ده رقم واحد. القروض هل أنا في حاجة للقروض؟ في حاجة للقروض، لأن أي مشروعات محتاجة تمويل، مفيش دولة في العالم مزبوط ما بتقترضش. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا النهاردة بعمل مشروعات، المشروعات يعني فرص عمل،
المشروعات يعني نسب تشغيل، المشروعات يعني تقليل بطالة، المشروعات يعني أنا بقدم خدمات. فما ينفعش كان يعني عائد وإيرادات، ودي نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها برضو. عائد وإيرادات وخدمات.